اجعل لي آية. قال ربي اجعل لي آية. قبل ما ندخل اجعل لي آية هنا قالوا ايه؟ ان الله يفعل ما يشاء، ما قالش يخلق. ربنا بيقدر بيعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء، ما قالش ايه؟ ما قالش يخلق. ليه؟ لما نيجي عادي هنا في الجزء بتاع سيدنا عيسى، قالت ربي، هنا الآية قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، نفس كلام زكريا. هنا قالت له يعني ما فيش حد لمسني، وازاي يكون اللي معاي ولد وانا ما حدش لمسني، او ما اتجوزتش او كده طبعا. فايه؟ ولم يمسسني بشر. قال كذلك، ردت الملائكة على السيدة مريم فقالت لها ايه؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. يبقى في سيدنا عيسى جاي عن طريق خلق، اما في سيدنا زكريا يحيى جاي عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هو يفعل الفعل. ليه الفعل؟ لان سيدنا يحيى اساسا اللي مش خلق زي آدم وزي عيسى، لا، ده هو إنجاب وولادة وزواج وبويضة وحيوان منوي، نفس النظام اللي بيجي للبني آدمين أو لأي واحد أو لأي عروسين، بس بيكون ما بين فترة البلوغ وقبل ما تدخل الهيسة. فعشان يحصل لهم كده، فجت الآية 90 في سورة الأنبياء واتكلمنا عليها، فاستجبنا له، يعني استجبنا لزكريا ودعائه، اللي هو قال في هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. هنا قال ايه في سورة الأنبياء؟ أصلحنا له زوجه. وهنا قال ايه في سورة آل عمران؟ قال ربي، وهنا وامرأتي عاقر، الآية 40.